يحظى شهر رمضان المبارك بمكانة خاصة عند السوريين، إذ تستعد له مختلف الأسر السورية الفقيرة والغنية على حد سواء في أجواء احتفالية، وتدب حركة غير عادية في الشوارع، كما تنشط المحلات التجارية والأسواق وسط حالة من تبادل الزيارات الأسرية وجلسات السمر في الشهر الكريم. نشوف استعدادات العالم جبال، يعني رغم ظروف الحرب والمعيشة الصعبة والأسعار وارتفاع الأسعار، بس يعني حسب العادات وحسب الأعراف والتقاليد، يعني جبال العالم كله يعني يتقبلوا على هالشيء، يعني يقبلوا هالواقع ويأمنوا يعني الأساسيات تبع الرمضان، يعني مثل يكون أشياء مشان السحور مشان الإفطار. بالرغم من تردي الأوضاع الاقتصادية لغالبية سكان المنطقة، فإن كثيرون لا يزالون يتمسكون بالعادات والتقاليد المرتبطة بشهر رمضان من تبادل العزائم والزيارات والسكبة وغيرها من العادات التي لا تزال حاضرة. أجواء رمضان هي أجواء الألفة والمحبة بين الجميع، وهذه العادات متوارثة ومنذ أقدم العصور، بالرغم من أن هذا النسيج الشعبي مؤلف من فئات متنوعة، ولكن هذا النسيج أضاف إلينا عادات وتقاليد نحافظ عليها حتى اليوم. في رمضان شهر الخير والبركة تعم الألفة والمحبة بين أفراد الشعب الواحد، فنشاهد الناس يتسوقون كلهم فرح وابتهاج بهذه المناسبة. والعادات الرمضانية كانت وما تزال ومنذ أقدم العصور إلى يومنا هذا تعم بالفرح والألفة، ونشاهد الجار يهدي إلى جاره طعاما وقت الإفطار، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن شعبنا واحد ومتحابب. يحتفل السوريون بشهر رمضان الكريم على طريقتهم الخاصة، إذ يختلف كل شيء فيها، وأمنياتهم لهذا العام أن يعم السلام والعيش الرغيد وأن يحل الأمن والأمان. يحاول السوريون رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد الحفاظ على العادات والتقاليد الرمضانية التي توارثوها من أجدادهم وآبائهم. ناز السيد، قناة الغد، القمشلي.